السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا كلكم دايماً بخير. معكم أخوكم محمد من قناتكم المفضلة تكنولوجي دوت إيجي. حلقة النهاردة لكل عشاق لعبة بيس 2018. النهاردة معانا باتش هيحول لعبة بيس 2018 إلى بيس 2022، أو هيحدث لعبة بيس 2018 بشكل جميل جداً إلى 2022 إلى وقتنا هذا. تعالوا كده نستعمل الباتش مع بعض، وزي ما شايفين هنا وجد القوائم، زي ما شايفين قوائم معدلة بشكل احترافي جدا خاص لصناع الباتش لفريق سموك. زي ما شايفين هنا القوائم معدلة بشكل احترافي جدا، كمان اضافة جميع البطولات الحديثة، زي ما شايفين هنا اضافة كاس العالم 22، وهنا اضافة اليورو 2020 اللي هو اخر يورو تلعب، واضافة هنا الكوبا امريكا 21، وكاس اسيا، وهنا كاس افريقيا اهوت يا شباب، وهنا كاس الكونامي معروف جدا. تعالوا كده مع بعض يا شباب نستعرض الدوريات الموجوده. زي ما شايفين الباتش بيضم الدوري الانجليزي الممتاز الدرجه الاولى والثانيه، والدوري الفرنسي الممتاز الدرجه الاولى والثانيه، وهنا الدوري الايطالي ده برضه الدرجه الاولى والثانيه. وده طبعا حاجه مهمه جدا لكل عشاق لعبه الماستر ليج اللي طبعا بيكونوا في الادوار بيلعبوا في الدرجه الثانيه وبيتاهلوا للدرجه الاولى. برضه مضاف الدوري الهولندي والدوري الاسباني الدرجه الاولى والثانيه، ويجي هنا الدوري البرتغالي والدوري الالماني وبعض الفرق الأوروبية ده. وده طبعا لكل عشاق الشامبيونز ليج، الناس اللي بتحب تلعب دوري أبطال أوروبا، فدي بعض الفرق الأوروبية الموجودة عشان لو هتلعبوا دوري أبطال أوروبا حتى مضاف فيها أحدث الفرق الموجودة في مجموعات السنة دي. وده برضو الدوري دوريات أمريكا الجنوبية زي الدوري البرازيلي والأرجنتيني والتشيلي والكولومبي وبعض فرق أمريكا اللاتينية، وهنا كمان مضاف دوري أبطال آسيا، ومضاف فيه بعض الفرق العربية زي العين والدحيل والهلال والاتحاد والنصر السعودي والأهلي جدة، ومضاف كمان الدوري الياباني والدوري هنا كمان بعض فرق آسيا كمان يا شباب مضافة هنا. وطبعا كمان موجود في بعض الفرق الكلاسيكيه زي نجوم اوروبا ونجوم العالم. تعالوا كده يا شباب نبص على احدث الانتقالات واحدث اوجه اللاعبين. فعلى سبيل المثال هنا ارسنال نشوف بقى اللاعبين العرب. هنا موجود اللاعب محمد النني، في النني يا شباب اللاعب المصري محمد النني موجود. كمان هنا في استون فيلا موجود اللاعب محمود حسن تريزيجيه، زي ما انتم شايفين هنا تريزيجيه موجود اهوت. كمان هنا يا شباب موجود في تشيلسي اللاعب حكيم زياش، هنا حكيم زياش اهوت يا شباب. كمان انتقال اللاعب روميلو لوكاكو اهو يا شباب من الانتر عاد الى بيت القديم تشيلسي. تعالوا كمان نشوف هنا يا شباب فريق ليفربول ونطمن على وجه مومو صلاح، زي ما انتم شايفين مومو صلاح اهوت، وده الواد مانيه اللي ما يتبصيش. تعالوا كمان يا شباب نروح للسيتي ونطمن على رياض محرز، زي ما انتم شايفين اهوت رياض محرز اهوت الوجه بتاعه. وهنا مانشستر يونايتد واحدث الانتقالات كان كريستيانو رونالدو، زي ما انتم شايفين رونالدو اهوت في مانشستر. وكمان هنا اديسون كافاني موجود برده، كافاني اهوت يا شباب. تعالوا نروح للدوري الفرنسي الممتاز، وانتم طبعا عارفين اهم انتقال كان موجود في الدوري الفرنسي هو انتقال ليونيل ميسي لفريق باريس سان جيرمان، زي ما انتم شايفين ميسي موجود في باريس سان جيرمان. كمان انتقال سيرجيو راموس مدافع الملكي السابق موجود اهوت يا شباب. تعالوا نروح الدوري الاسباني يا شباب ونشوف هنا فريق برشلونه، وكان احدث انتقال عندهم هو اللاعب اجويرو، زي ما انتم شايفين اجويرو اهوت يا شباب. تعالوا كده نروح ملكي اسبانيا فريق ريال مدريد ونشوف اهم اوجه اللاعبين، زي ما انتم شايفين هنا كريم بنزيما اهوت يا شباب، وكمان هنا اللاعب اسبو، وهنا هازارد اهو يا شباب، وجارس بيل بعد العوده من فريق توتنهام. نروح كمان هنا يا شباب لفريق الدوري الالماني، وهنا بايرن ميونخ اهو يا شباب.
زي ما انتم شايفين هنا وجه مانويل نوير، وهنا كمان ليفاندوسكي يا شباب موجود اهوت. طبعا الحاجه الوحيده اللي ناقصه عن الباتش ده يا شباب هو انه مش مضاف فيه الدوري المصري، ودي حاجه مؤسفه جدا، ولكن الباتش كمجمل هو باتش الصراحه 10/10، وطبعا هنشوف ده في الجيم بلاي اللي هنجربه. تعالوا كده على بركه الله يا شباب نجرب من جوه ونشوف كده الجيم بلاي من جوه نفسه عامل ازاي. كل اللي عليك يا شباب انك تدخل على الصفحه دي، واسيب لكم لينك الصفحه في صندوق الوصف اسفل الفيديو اللي انت بتشاهد منه ده. هتنزل تحت هنا هتلاقي معلومات عن الباتش باللغه العربيه واللغه الانجليزيه، هتنزل تحت هنا هتلاقي صور سكرين شوت واخدينها للباتش، هتنزل تحت هنا عند الملاحظات اللي بنقولها في كل حلقه الباتش. اول ملاحظه هنا دي انك في حاله لو بتواجه مشاكل او حتى لو ما بتواجهش مشاكل في تشغيل العاب، فانصحك بزياره التدوينه دي. كل اللي عليك انك تدوس على حل مشاكل جميع العاب بيس. من خلال التدوينه دي يا شباب هتقوم بتحميل برنامج، ومن خلال تحميل وتثبيت البرنامج ده هيقوم بتثبيت مجموعه كبيره من اللي بيحتاجها جهازك من برامج دايركت اكس والنت فريم ورك والمايكروسوفت سي بلس بلس، جميع البرامج يا شباب اللي بيحتاجها الجهاز في تشغيل الالعاب، واللي بنسبه 90% من مشاكل الالعاب بتكون مسببها نقص في البرامج دي. فانت هتحمل البرنامج وتثبته، هو هيثبت لك جميع البرامج الناقصه على جهازك كله ده بضغط واحد. تاني ملاحظه يا شباب ان اللعبه لازم تكون خاليه من الباتشات، يعني اللعبه لو عندك عليها باتشات امسحها وثبتها من اول وجديد، او حاول تمسح من عليها الباتش. تالت ملاحظه يا شباب انك مش هتحتاج لاي اصدارات سابقه من الباتش ده، انت كل اللي عليك معايا في الحلقه دي هتركز كده وتحمل الباتش وتحمل الابديت الاول وخلاص كده الباتش يكون متثبت معاك. الملاحظه الثالثه يا شباب انك الباتش مقسم على ثلاث اجزاء ومرفوعين على موقع ميديا فاير، الموقع المشهور المحبوب ليكم. رابط تحميل اداه تفعيل الاضافات، طبعا محتاج اداه تفعيل الاضافات هتلاقيها برده موجوده تحت وهوريكم طريقه تحميلها. جميع اجزاء الباتش يا شباب يعني 3.5 جيجا حجم الباتش، يعني صغير جدا. كمان لازم تحمل الابديت اللي احنا قلنا عليه. وهنا لو انت مش عندك لعبه بيس 2018 عايز تحملها كامله وخاليه من الباتشات اكتب لي بس في تعليق، وانا ان شاء الله اعمل حلقه عن تحميل بيس 2018. نيجي بقى للتحميل يا شباب، احنا هنحمل الثلاث اجزاء دول، وبعد كده هنحمل الاوبشن فايل من هنا، بعد كده هنحمل الابديت من هنا، بعد كده هنحمل اداه تفعيل الاضافات، ولو هي عندك يبقى تمام قوي كده مش محتاج تحمل اي حاجه. طريقه التحميل واحده، كل اللي عليك انك هتدوس على بارت 1 مثلا كده، طريقة التحميل واحدة في كله، فهيفتح معاك موقع اسمه FG4XGold، فهتلاقي الموقع هنا بيعد لك 11 ثانية هنا مثلا، هتستنى ال 11 ثانية دول لما يخلصوا كده بدون ما تدوس على أي حاجة عشان ما يفتحلكش إقلالات كتير، بعد كده هيظهر معاك كلمة نيكست هنا هتدوس عليها، هتلاقي نزلك تحت الكلمة اسمها نيكست تاني برضه هتدوس عليها، بعد كده هيظهر لك إعلان منبسط كده هتقفل النافذة دي خالص، بعد كده هيدخلك على موقع تاني هيعد لك هنا برضه نفس الفكرة 10 ثواني برضه هتنتظرهم برضه مفيش أي مشكلة. بعد كده تظهر لك كلمة نيكست، بعد كده هيظهر لك تحت كلمة اسمها يو ار كورنتلي اون سيت اب 2/2 هتدوس عليها، بعد كده هيظهر لك اعلان منبثق برضه هنا هتدوس على كلوز، فبعد كده هيفتح معاك موقع تراي تو لينك هنا بيعد هنا 5 ثواني هتنتظرهم، بعد كده هيظهر معاك كلمة جيت لينك تحت هنا هتدوس عليها يفتح لك اعلان سيبك منه ودوس على جيت لينك تاني ارجع للصفحة تاني ودوس عليها. عشان كده يا شباب بنصحكم ان انتم تحملوه من خلال المتصفح، بلاش تحمل من خلال الايفون او التليفون او الاندرويد او اي حاجه غير المتصفح عشان بيكون التحميل اسهل على المتصفح. بعد كده هتخش على موقع جيت سي ار ال وتدوس على كونتينيو هنا، فهيفتح هيعيد نفس الصفحه تاني وتدوس على كونتينيو برده، بعد كده هتمر للصفحه هنا هيقول لك بليز ويت هتنتظر شويه، بعد كده هتظهر لك هنا كلمه سكيب اد هتدوس عليها او تخطي الاعلان على حسب اللغه اللي عندك، فاخيرا هيدخلك على موقع ميديا فاير لتحميل ملف البارت الاول، فهتدوس على داونلود كده. فزي ما انتم شايفين بدأ معايا التحميل على موقع على داونلود مانجر اهوت يا شباب، فانت هتدوس على ستارت داونلود او بدء تحميل على حسب اللغه اللي عندك، انا مش طبعا مش هحمل عشان احمل قبل كده، فهتدوس على الغاء التحميل. بعد كده يا شباب هتحمل البارت الثاني والثالث وتحمل الاوبشن فايل، بعد كده الابديت، ويلا بينا كده نمر الى التثبيت. فكل اللي عليك يا شباب بعد ما تحمل التراك ملفات دول وتحمل ملف الاوبشن فايل ويتحمل هنا ملف الابديت، هنيجي بقى لمرحله تثبيت الباتش، وكليك يمين كده على اي جزء من الثلاث اجزاء، كليك يمين
وبعد كده اكستراكت هير او اكستراكت فايلز اي حاجه على حسب اللغه اللي عندك، وهيبتدي يفك معاك الضغط بدون اي مشكله ومن غير ما يطلب منك اي كلمات سر. وهرجع لكم بعد ما يخلص فك الضغط. هيخلص معاك فك الضغط يا شباب، ينزل لك ملف بالشكل ده، تيجي كده دبل كليك عليه تفتحه. بعد كده يظهر لك ملف داونلود وملف هنا اي اكس اي، ده اللي هتسطب من خلاله الباتش. دبل كليك عليه، بعد كده هيفتح لك ويندو صغيره هنا، تدوس على نيكست، بعد كده نيكست تاني. بعد كده هنا بيسألك سؤال، بيقول لك انت اللعبه اللي عندك دي نسخه ستيم اوريجينال ولا نسخه مكركه زي حالاتي. فانت هتعلم على الخيار الاول ده لو انت نسخه مكركه، لكن لو انت نسخه ستيم هتعلم على العلامه دي اللي هي رقم 2. انا نسخه مكركه فهسيبها على اول علامه، بعد كده نيكست. بعد كده بيقول لك حدد فولدر بيس 2018، طبعا انا مثبته على الدي عندي، شوف انت مثبته فين وعشان هو هيستخرج فيه الملفات. بعد كده بتدوس نيكست، بعد كده بيبتدي يعد ويفك ضغط الملفات الباتش بداخل ملف اللعبه. بعد كده يا شباب زي ما انتم شايفين هنا بلاك سموك باتش V4 از انستليد، يعني هو كده اتثبت بنجاح. بعد كده بتدوس على اكزيت، بعد كده بتطلع بره بتفك الضغط عن الاوبشن فايل برده اكستراكت هير، بتفك الضغط من عليه، بينزل معاك ملف بالشكل ده دبل كليك. بعد كده بتلاقي ملف واسمه ملف السيف، بتاخده كده كات او كوبي تمام. بعد كده بتروح لفايل اسمه الدوكيومنتس او المستندات عندك، بعد كده بتروح على من خلاله على فايل اسمه كونامي، دبل كليك على كونامي اهوت. بعد كده بتلاقي جميع تثبيتات لعبه البيس اللي عندك، طبعا بتخش على بيس 18 وتعمل بيست لملف السيف ده هناك، وبعد كده بتوافق على الاستبدال. بنرجع بقى خطوه اخيره وخطوه تاكيديه، بتخش على ملف الباتش وتاخد ملف الداونلود ده كده كوبي. طبعا الحركه دي احتياطي، يعني ان تكون ملفات الباتش ما تفكتش صح، بتخش على بيست 18 وتعمل بيست هنا لملف الداونلود تاكيدا يعني، فبيبتدي ينقل معاك الملفات بدون اي مشكله ومن غير ما يحصل اي مشاكل خالص. خلصنا الملفات يا شباب، هتخش كده على اداه التفعيل، وطبعا اللي هي مش عنده وعايز يحملها هيلاقيها في التدوين ده دبل كليك عليها تفتحها. فبتيجي على اداه التفعيل كليك يمين، بعد كده ران از ادمنستريتور او تشغيلها كمسؤول، بعد كده بتدوس على تشوز باد دي، بعد كده بتختار هنا فايل اللعبه زي ما انتم شايفين، ومن خلاله بتختار فايل الداونلود، بعد كده بتدوس على اوكي، بعد كده بتدوس هنا تاني ومن خلال فايل الداونلود بتختار اداه التفعيل اللي هي دي بي فايل ليست بين دي، بتدوس عليها، بعد كده بتدوس على اوكي، بعد كده بتعمل ان تشيك اول، بعد كده بتعمل تشيك اول لكل الملفات اللي هنا تشيك اول اهوت، بعد كده بتحدد من هنا نو دي ال سي، بعد كده بتدوس على جنريت فايل دي بي فايل ليست، بعد كده بتشوف هنا بيقول لك هنا جنريتي، طبعا الاضافات اتثبتت خلاص، بتدوس على اوكي، بعد كده بتطلع بره. اخر خلاص خطوه يا شباب هي تثبيت الابديت الجديد. بعد ما بتحمل ملف الابديت كليك يمين، بعد كده اكسترا كتير او استخراج هنا، بعد كده بتفتح الاداه دي، بعد كده بتفتح من هنا كمان، بعد كده بتخش كده دبل كليك عليها، بتظهر لك نافذه تثبيت نيكست، بعد كده نيكست، بعد كده هنا بيقول لك حدد فايل اللعبه، بتدوس عليها الثلاث نقط دول، بعد كده تروح للبي سي، بعد كده تروح للمكان اللي انت ثبتت في اللعبه، انا ثبتها على الدي فبدوس اوكي، بعد كده نيكست، فبيبتدي يثبتها معايا زي ما انتم شايفين هنا بيقول لك اس بي 18 في 4 ابديت از انستليد، يعني تم تثبيت الابديت بنجاح. بندوس على خروج من هنا، بعد كده بنروح لفايل اللعبه ونخش على اداه تفعيل الاضافات برده، واخر مره كده نتاكد ان كل الاضافات مضافه ومفيش اي مشكله. بندوس على اول خيار هنا، بعد كده بندوس نختار فايل الداونلود من هنا، بعد كده بندوس على اوكي، بعد كده بنخلي دي على نو دي ال سي، بعد كده نعمل تشيك اول هنا كلهم، بعد كده ندوس على جنريت فايل ليست، بعد كده ندوس على اوكي، بعد كده ندوس على خروج، وكده اخيرا نكون ثبتنا الباتش. ويلا بينا على بركه الله نجرب الباتش، وبكده يا شباب نكون ثبتنا الباتش بنجاح، وتعالوا كده نجرب باتش على بركه الله. بس كده يا شباب بنكون وصلنا للنهاية حلقة النهاردة، ما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد هنقدمه ان شاء الله، ويصلك كمان كل حلقات الباتشات اللي هنزلها ان شاء الله الفترة الجاية واللي نزلناها. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.